أما أستراليا فقد شهدت حدثا مأساويا في مدينة ملبورن، حيث قام رجل مختل عقليا بدهس المارة مما أدى إلى جرح أشخاص عدة. إننا نقدر موقف الدولة الأسترالية التي لم تتعاطى مع الحدث كعمل إرهابي، بل وضعت الأمور في نصابها كي لا يتم استغلال الحدث من قبل العنصريين الذين يظهرون عداوتهم للمسلمين ويسعون إلى زرع الفتنة بين أبناء الشعب الأسترالي.